النوع الأخير اللي هو هارد الاس اس اتش دي. طبعا هذا الاس اس اتش دي عندي فقط نوع داخلي، ما عندي نوع خارجي بيه، لانه احنا ذكرنا سابقا انه انا شو اسوي بالنوع الخارجي، اقدر انا اشتري اس اس دي او اقدر اشتري اتش دي دي وافضها يعني. فهو الاس اس اتش دي فيه للاشخاص اللي يريدون سرعة وسعر مناسب، بحيث انا اقدر اقعد بداخل اللابتوب او داخل الديسكتوب. اكثر شيء يعني نستخدمه باللابتوب، نادرا ما يجي يعني يتم استخدامه بالديسكتوب. هذا شكله تابع شركة سيجيت. يوصل تقريبا حجمه لحد 8 تيرا بايت بكاش 64، واشتغل ايضا على منفذ ساتا 6 جيجا بايت، سعره تقريبا يعني 73 دولار. خارجي ما بي، لانه قلت لكم انا ما احتاج الخارجي. يبقى السؤال أردت بعدين فكروا بي وطلعوا الإجابة عليه، وهي الأشياء التي يتوجب أن تفكر بها قبل شراء الهارد الجديد. فكروا كل المعلومات السابقة اللي أخذناها وفكروا بهذا السؤال وأنتوا جاوبوا عليه. لهنا أحد عنده سؤال أو استفسار فيما يخص محاضرة اليوم؟